قبل ما نخش في المباراة الأخيرة، مباراة المقاولين وطلائع الجيش، بابا فاسيليو مدرب المحلة مشي خلاص، مشي من غزل المحلة. وكان الفترة اللي فاتت طبعا في مشاكل مع إدارة المحلة ما بين بابا فاسيليو وإدارة المحلة من ساعة قبل ماتش الأهلي لما مشي ساب الفرقة ورجع تاني. من ساعتها كمان فريق المحلة مش مظبط، الأمور مش مظبطة، فخلاص بابا فاسيليو مشي. وإدارة المحلة طلعت بيان إن هو بابا فاسيليو خلاص رحل عن تدريب فريق غزل المحلة، وكابتن عبد الباقي جمال اللي هو المساعد بتاعه أصبح مدير فني بكامل الصلاحيات، وهيجيب معاه مدرب عام. يعني عبد الباقي جمال هيكمل الموسم مع غزل المحله كمدير فني، وهيجيب بقى معاه مدرب عام. انا حتى معايا البيان اهو بتاع غزل المحله، بس بيان طويل يعني هقول بسرعه كده. في اطار من المحبه والود والتعاون، انهى مجلس اداره شركه غزل المحله العلاقه التعاقديه مع بابا فاسيليو بعد ان تفهم الطرفان وجهات النظر فيما بينهما، حيث أكد بابا فاسيليو المجلس أن لديه ظروف أقوى من الاستمرار مع الفريق في المرحلة المقبلة، وأن هذه الظروف خاصة جدا ولا يرغب في الإعلان عنها، وهو ما وافق عليه مجلس الإدارة بالإجماع نظرا للعلاقات الطيبة التي تربط ما بين النادي والمدرب. ومن جانبه أكد المدير الفني احترامه وتقديره وحبه للنادي والجماهير، ووجه الشكر لمجلس الإدارة على حسن التعاون والتفاهم الواضح لظروفه الخاصة. وأكد بابا فاسيليو أنه لن يكون بعيدا عن النادي وستتابع كل صغيرة وكبيرة. يعني ده قصة بابا فاسيليو خلاص انتهت، وخلصت بشكل ما بين يعني انهاء العلاقة بشكل محترم ما بين الطرفين، يعني مفيش مشكلة. ايه اللي جديد بقى؟ ان مجلس ادارة المحلة قرر تعيين عبد الباقي جمال مدير فني للفريق، ومنحه صلاحية اختيار المدرب العام في جهازه الفني، وتعيين وائل شكر مديرا للكرة، والابقاء على باقي اعضاء الجهاز الفني المعاون بما فيهم نيكولاس محلل الاداء اللي رحب بالاستمرار، بالإضافة إلى استمرار كابتن صابر عيد في منصب المدير الرياضي لنادي غزل المحل. ده البيان بتاع نادي غزل المحلة، خلاص انهاء العلاقة مع بابا فاسيليو، وعبد الباقي جمال هيكمل المدير هيكمل كمدير فني لنادي غزل المحلة، وهيجيب المجلس الإدارة بتاع المحلة اداله صلاحية ان هو يجيب معاه مدرب عام في الجهاز الفني بالنسبة لغزل المحل. كلام بيتقال ان بابا فاسيليو ممكن ينتقل لتدريب نادي في مصر خلال الفتره القادمه. في نادي انا عارفه وكان في مفاوضات قبل كده ما بينه وما بين بابا فاسيليو، فبابا فاسيليو هتلاقيه على الخط الفتره الجايه بيسخن، هتلاقيهم بيعمل استرتشات كده وبيعمل احماء، يعني ممكن اسبوعين كده. هم ناديين يعني، بس في نادي يعني انا عارفه وفي نادي تاني عارفه برضه بس يعني انتوا ما تعرفوهوش، فخلينا نشوف عشان ما نقولش بس حاجات تعمل عدم استقرار في الانديه. لكن بابا فاسيليو بيسخن لو ممكن يمسك نادي تاني ممكن بعد فتره كده، بعد اسبوعين، خلال فتره قريبه يعني.